وللوقوف بشكل تفصيلي على المتغيرات في سوق المال السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض عبر الهاتف الأستاذ محمود العياري محلل أسواق المال. مساء الخير أستاذ محمود، وبداية جميع مؤشرات السوق أغلقت على ارتفاع جماعي في السعودية، إلى أي مدى أسهم تعافي قطاع البتروكيماويات في دعم السوق بشكل عام؟ مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. والله في البداية أنا شايف أن تعافي السوق خلال جلسة اليوم ناتج بشكل مباشر عن تعافي قطاع البتروكيميكال من الدرجة الأولى. فالمؤشر بشكل عام، مؤشر قطاع البتروكيميكال، صعد النهاردة بتقريبا فوق 0.5% عند مستويات 4571 في ظل أحجام تداول 41 مليون سهم. وأكيد الأخبار الإيجابية اللي شاهدنا فيها عودة امتداد نفط الخاصة بأزمة أرامكو الأخيرة هي اللي دفعت السوق خلال جلسة اليوم للصعود. فرقم واحد أكيد قطاع البتروكيميكال هو القائد أو المسيطر خلال جلسة النهاردة، أكيد يليه قطاع البنوك كثاني أكبر قطاع، لكن بشكل كبير هو قطاع البتروكيميكال وحل أزمة، حل جزئي لأزمة أرامكو الأخيرة. بالفعل يعني 6 شركات سعودية أعلنت اليوم عن تحسن واضح في أداء إمدادات البتروكيماويات. طيب إذا بقينا في قصة أرامكو، رئيس الشركة أعلن بالأمس في المؤتمر الصحفي عن أن الطرح العام الأولي للشركة سيكون جاهزا خلال 12 شهرا المقبلة، وأن المملكة ملتزمة بالإدراج. كيف كان وقع ذلك على أداء السوق لهذا اليوم؟ والله في برضو أنا شايف أن التصريح هو تصريح ذكي، كان هدفه أنه يعمل احتواء لأزمة الإمدادات الأخيرة، لكن فكرة الطرح هي قطعا مؤجلة من زمان. يعني الطرح كان الحديث عنه من في 2018، فالوقت الحالي انه يطلع يتكلم عن طرح ارامكو هو تصريح ذكي هدفه احتواء ازمة ارامكو الاخيرة واعطاء انطباع عن استقرار الشركة خلال الفترة المقبلة. تمام، فبالتالي هذا الحل هو حل جزئي واضح، ويعني بحيث انه يعطي بعض الامان للشركات المتعاونة معاه خلال الفترة المقبلة ان السوق هيبقى جيد، ان الامور هتبقى تسير على بشكل مناسب وهكذا. لكن بشوف انه اكيد الطرح ارامكو هيساعد بشكل واضح جدا ان السوق يتعافى خلال الفتره المقبله، واكد انه تصريح ذكي من شخص ذكي جدا انه نجح انه يعطي انطباع ان الشركه تسير بشكل امن ومستقر. لكن الطرح تحدثنا عليه كثيرا خلال 2018 وخلال 2019 التي الى حد كبير جدا قربت على الانتهاء ولم يتم الطرح، فالوضع امتصاص واحتواء للأزمة. طيب كان هذا عن قطاع الطاقة، ماذا عن قطاع البنوك وما الأسهم التي أسهمت في قيادة هذا القطاع لهذا اليوم طبعا في ظل تراجع السهم الراشحي؟ حضرتك بالنسبة طبعا أول حاجة لازم نؤكد مرة تانية أن اللي دفع السوق لجلسة النهاردة أنها تصعد قطاع البتروكيميكال، والتصريح المهم الخاص بأرامكو وهو ان عوده امدادات النفط بشكل طبيعي. تمام، واكمل الحديث على انه في طبعا على راس الشركات الخاصه بالبتروكيميكال طبعا ثابت هو عصب السوق زي ما بنقول، ان انخفض النقص فيه من 49 ل 30%. فمن ضمن المحركات الاساسيه ان سابك او التصريحات الخاصه بأرامكو هي رقم واحد في التوجه الصعودي لجلسة النهاردة. أما بالنسبة لقطاع البنوك فطبعا بعد هبوط الركحي طلع عندي ثلاث بنوك أو ثلاث أسهم بنوك عندي، أو في بنك الأول طلع بنسبة 1.45% وكان أحجام التداول تقريبا 1.5 مليون. تمام، في بقى أيضا بنك الجزيرة طلع تقريبا 17 نقطة مئوية. تمام، في ظل أحجام تداول 3 مليون. أما تقريبا 0.5% لسهم مصرف الإنماء. حلو، والواضح والملاحظ في هذا السهم إن كان في أحجام تداول كبيرة تقريبا 11 مليون سهم، هو ما دفع السوق بشكل واضح للصعود بعد بقى
بعد ان السهم الرجحي لم يشير الى اي صعود خلال جلسه اليوم. فانا اشوف ان سهم مصر في الانماء هو ممكن يتولى خلال جلسه اليوم قياده الامر بعد سهم الرجحي، خاصه ان احجام التداول هي التي بشكل واضح اشارت الى ان في ايجابيه في السهم خلال الفتره المقبله. الاستاذ محمود العياري محلل اسواق المال، شكرا جزيلا على مشاركتك في حلقتنا لهذا اليوم.